قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء
كنا منزلين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
عليهم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك.